تيجي نروح لهالة؟ نروح لهالة، عندها أخبار وحاجات فنية. أخبار الفنية ده حقيقي يا هالة، عندك أخبار فنية هتقول لنا في حاجة؟ عندنا أخبار فنية النهاردة بتتكلم عن الفنانين وردود أفعال الجماهير، وبيعبروا طبعا عن سعادتهم بمشاركتهم في أعمال رمضان السنة دي. اتفضلي. أهلا بيكم، موجز لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان. أنا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر العمر. ما هو أنت مش فالحة غير في السهوكة والنحنحة يا أختي. نبدأ كلامنا بالصلاة على الحبيب. تمام يا رجالة؟ تمام يا فندم. هتدفع الثمن غالي يا شيخ موسى. بينك وبينه إيه؟ لا يا جميلة ما اسمحلكيش. لما تتكلمي مع الكبير اتكلمي بأدب. سيدياته كلها معايا، يعني يوم ما يفكر يعمل معايا الدنيئة هيلاقي نفسه في السجن. تحولت عيلة السنينة من عيلة غلبانة ومكسورة لعيلة ليها مخالب وأسنان. الرجالة دي مش هتصبر علينا لو ما لقيناش حاجة في المقام ده. مين اللي هترضى بواحد أمه مش راضية تعرفه مين أبوه؟ هي مين دي اللي تبقى ضامنك يا جعفر؟ قرية بشتريها في الساحل الشمالي بعد ما دنت العلمين الجديدة. أنت هترجع ولا إيه؟ لا أنا بستغرب بس. هي فين؟ موسم البط ابتدى ولا ايه؟ هرجع لك تاني، هخلي لك الدمج للركب. هو ينفع يعني السلحة تسابق ارنب؟ عيني على الحلوة لما تبهدلوا الايام. وبنبدأ نشرتنا الفنية مع الفنانة مي كساب اللي عبرت عن سعادتها برد الفعل الإيجابي من الجمهور ومن أصدقائها على أدائها في مسلسل جعفر العمدة. مي قالت: تليفوني ما بطلش اتصالات وبقى زي السنترال، الحمد لله على النجاح، وخصوصا أني تعبت في الحلقة الخامسة من المسلسل وبكيت فيها كتير وتخيلت اختفاء ابني وأنا بدور عليه. فنانة وفاء عامر قالت إن شخصية المرأة السيناوية اللي بتجسدها في مسلسل الكتيبة 101 متميزة، ومتميزة بالتنوير وعندها انتماء وطني ومبادئ وبتحب كل اللي حواليها. أما عن دورها في مسلسل حضرة العمدة فقالت الفنانة وفاء عامر إن الشخصية اللي بتجسدها هي شخصية أنانية اتبنت من خلال المكتسبات والعوامل اللي تعرضت لها على مدار حياتها. كمان الفنانة منة فضالي قالت إن شخصية نرجس اللي بتجسدها في مسلسل جعفر العمدة دور جديد ومختلف بالنسبة لها، لأنها بتقدم دور كوميدي وكانت خايفة إن المشاهد ما يعجبوش أدائها. منة قالت كمان إن نرجس ساذجة وتفكيرها محدود وفي شخصيات شبهها في الواقع زي الست اللي ما بتقدرش تتحكم في عقلها وبتصدق كل اللي يتقال عليها وبتمشي ورا الخرافات والأعمال والسحر. القائمين على مسلسل رسالة الإمام أصدروا تنويه وقالوا إن العمل رؤية درامية مستوحاة من أحداث تاريخية، وإن بعض أحداث وشخصيات العمل من وحي خيال المؤلف للضرورة الدرامية. كمان الفنانة سلمى أبو ضيف قالت إنها سعيدة بردود الأفعال على مشاركتها في مسلسل الإمام الشافعي في دراما رمضان 2023. ووضحت سلمى إنها عشقت الإمام الشافعي لما قرت عنه، وإن دورها في المسلسل يعتبر تحدي كبير ليها لأن حوار الأحداث مبني على اللغة العربية. الفنان الكبير أحمد عبد العزيز قال إنه سعيد بردود أفعال الجمهور حول الحلقات الأولى من مسلسل سر الباتع، وقال إن العمل بيعتبر واحد من الأعمال المهمة في مسيرته الفنية. وقال كمان إن المخرج خالد يوسف مخرج كبير وعنده موهبة ورؤية، خصوصا إنه بذل مجهود كبير أثناء تصوير وتحضيرات المسلسل علشان يخرج بالشكل اللائق للجمهور. الفنان أدوارد اللي بيجسد شخصية دياب في مسلسل حضرة العمدة أكد إن الحلقات الجاية هتشهد العديد من المفاجآت، وقال كمان إن دياب هيفاجئكم بمفاجآت كتيرة جدا في الفترة اللي جاية، وإن حضرة العمدة من أهم المسلسلات اللي بيتم عرضها في الموسم الرمضاني لأنه بيعالج مشاكل كتير بتمس المجتمع والأسرة المصرية. خلصت نشرتنا الفنية ونعود لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر مع منا ومع أحمد، وكنت هقول شاذلي. الحمد لله. الحمد لله. قدر ولطف. شكرا لك. شكرا لك.